إذا مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتابعين، كنحييكم مدينة جدة في هذا الأثناء. إذا استنفار أمني بجنبات الملعب الشرابي قبل بداية المباراة بساعتين تقريبا أو ساعتين ونصف، 3 سوايع تقريبا هكاك، لأن كما كتعرفوا اليوم كاين ديربي الشرق بين نهضة الكاكنية والمولودية الوجدية. اليوم الجديد وهو لأول مرة منذ بداية البطولة جماهير الوجدية غادي تكون حاضرة أول مقابلة، لأن كما كتعرفوا جماهير الوجدية كانت مقاطعة لقاءات ديال مولودية وجدة بعد سوء النتائج بطبيعة الحال ومجموعة ديال المطالب اللي مازال ما تلبات لهمش. إذا فاصيل التراس بريغاد وجدة فاجأ الجميع أنه غادي يحضر اليوم بكثافة في هذا الديربي هذا بطبيعة الحال في إطار خاوة والروح الرياضية غادي يجيو يشجعوا. إذا اليوم غادي نشوفوا لوحات توحشنا جماهير الوجدية ولوحات ديالهم بطبيعة الحال. إذا كما كتشوفوا معنا حنايا بجنبات الملعب البلدي تكون مقابلة قوية. إذا كما كتعرفوا مقابلة تاع خريبكة مولودية وجدة انتهت بتعادل، وكذلك فازت مولودية وجدة على اتحاد طنجة الذي خويا ما حرفنا حتى شي حاجة، قلنا سوء النتائج، كاين سوء النتائج وكاين مجموعة ديال المطالب اللي كطالب بها الجماهير، هي بطبيعة الحال يعني المكتب، بطبيعة الحال هذاك يعني مجموعة ديال الانتهاكات اللي كيتعرضوا لها الجماهير يعني في الأبواب ديال الملعب كيجيو داخلين، مجموعة تاع الأمور وحتى سوء النتائج. يا أخي اسمح لي ما كنحرفوش، وأنا كنعرف شنو كنقول أخويا الزين، غير باش فهمت، لا داعي أنك تتهمنا بالتحريف، نحن أدرى. فهمت كيفاش؟ سير قرا في البلاغات ديال البريغاد في لاباج ديالها باش تعرف. وعندنا اصدقاء بطبيعه الحال اللي كنحترمهم في الالتراس ومحبين ديال مولودية وجدة وداخلين في لي جروب ديال مولودية وجدة، وكنضلوا نناقشوا نحن اضراو، ولنا مواقف ولنا كذلك محطات نضاليه مع هاد الاخوان هادو، ديما يعني كنشجعوا مولودية ديما كندافعوا عليها وديما كنوصلوا الحقيقه بكل شفافيه وطبيعه الحال. لا راك غلط، كان حتى سوء النتائج، سوء النتائج، الاختيارات ديال اللاعبين، الانتدابات، مجموعة تاع الأمور يا أخي، مجموعة تاع الأمور، لا ما تدخلوا في لي ديتاي، راه كاين البلاغات ديال البريغاد والإنسان يدخل يقراهم، هذه غير سبب من الأسباب، ماشي المضايقات اللي كاينة في الأبواب، لا. هذه غير وحدة من الأسباب اللي كاينة، غير باش نكونوا واضحين يا أخي، وتحياتي وتقبل مروري بطبيعة الحال، لأن الاتهام اللي اتهمته شوية واعر صعيب، علاش أنا اضطريت نجاوب عليك بهذه الطريقة هذه، ولكن أسمح أعتذر إن كنت شوية انفعلت، وتحية ليك. إذا هذا الشارع هذا كله مسدود، كان استنفار امني كبير بطبيعه الحال، كان مجهودات امنيه للقوات المساعده وقوات ديال الامن الوطني بطبيعه الحال. هنا مرحبا مرحبا سي سفيان اخويا، مرحبا تحياتي، راه الدراري كيعرفوني كاملين مزيان وعارفيني كي داير ويعرفوني، راه اصدقاء كاملين وكنا لهم جميع كامل الاحترام بطبيعه الحال. راه نقول لهم طريق الرعد يقولوا لك شنو كاين، احنا رحنا مولودين حتى النخاع وكبرنا في هذاك التيران والحمد لله كما كنقولوا كندافع على المولوديه، وكان دائما لنا مواقف، ودائما اي محطه كنصورها كيكونوا فيها الدراري دائما واقفين بجنبهم، دائما كنوصلوا الصوت ديالهم طبيعه الحال. ولكن صراحه توحشنا الجمهور ديال وجده، هادي راه اي صحفي غادي يقدر يقولها لكم، وانا نيابه عنهم راه توحشناكم صراحه، راه كي كندخلوا من الملعب الشرفي راه القنطه، ما كنلقاو ما نصوروا ما كنلقاو ما صراحه القنطه يعني بحال اللي راه
نتمنوا الخير بطبيعة الحال. إذا باقي القضية خاوية إلا بعض الجماهير البركانية، بعض الجماهير الوجدية، أظن أنا يا الجماهير ديال وجدة نورمالمون واحد الشوية غادي يوصلوا، لأنه كانوا دايرين يتلاقاو مع الخمسة ديال العشية، هادشي اللي سمعت أنايا. المشكل أن الحضور سيكون فقط لمدة 10 دقائق اليوم. ما عرفتش اخويا انا اللي سامع ان الجمهور راه جاي باش يشجع، ما يمكنش غادي يجيو تما حتى لهنا باش ما لا 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 اظن غتكون 10 دقائق، ما نظنش اخويا. وافيدنا الا عندك معلومات لنا تدبالي دار سفيان الفيراجيست، يعني انت راك تكونتاكتا مع الدراري تاع بريغاد طبيعة الحال، شي معلومات تفيدنا اخويا. حنا ما كرهناش الدراري يجيو يحضروا كونوا حاضرين، ان شاء الله توحشناهم صراحه. راه انا ما غاديش نقول الجمهور هو اللاعب رقم 12، انا غادي نقول ان الجمهور هو اللاعب رقم 1. اذا بريغاد وجده التراس ديال الجمهور ديال مولوديه وجده هو اللاعب رقم 1. نتمنوا يرجعوا باش ان شاء الله تكون نتائج يشجعوا الاخوان يشجعوا اللعابه اللي بان بواحد المستوى طيب في هذه المقابلتين اللي دازوا. وحتى هذا المدرب الجديد راه عطاه واحد كما كنقولوا حنايا اللمسه ديالو، رغم انه باقي في البنك. نتمنوا انه تسمو الوضعيه ديالو ونتمنوا الخير ان شاء الله.